إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم أمراض القلوب. تقديم فضيلة الشيخ محمد المارديني. يأتيكم هذا البرنامج برعاية المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون. المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون يتمنى لكم رمضانا مباركا، ويدعوكم لمشاركته في صلاة التراويح وإفطارات رمضان في مركز الجالية على شارع بلم. ويسعدنا أن نستقبلكم في المركز في كافة المسائل المتعلقة بالأمور الشرعية. تقبل الله صيامكم وطاعتكم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك. تقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أيها الأحبة، معكم مرة أخرى من رحاب بيت الله، من رحاب هذا المسجد المبارك. نحن وأنتم ضيوف على الرحمن في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، وعلى مائدة نتشارك فيها الثواب، نفطر سويا، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما أنعم وتفضل. وتعلمون أن الصيام هو الصبر كله، الصبر على ما أمر الله سبحانه وتعالى، الصبر على المباح. فإذا كانت إرادتنا على المباح قوية، فتكون إرادتنا على المحرم أقوى بإذن الله تعالى. فلنأخذ من هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والرحمة والمغفرة والعتق من النار، فلنأخذ منه هذا المداد الذي يعيننا كما أعاننا في هذا الشهر المبارك على اجتناب والابتعاد عن ليس فقط المحرمات بل حتى عن الحلال. نسأله أن يعيننا وأن يوفقنا لأن نكون إليه أقرب في الابتعاد عما حرمه علينا. أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا أننا في رمضان نجتهد العبادة، فنحن لسنا رمضانيون بل نحن ربانيون، بمعنى أن ما نفعله هو لوجه الله جل وعلا. أما أن يكون يعني عبادا أو عبادا موسميين فهذا لسنا نحن. فأتمنى لكم أن تأخذوا إن شاء الله من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أن تأخذوا منه إن شاء الله ما يعينكم في بقية السنة. فنحن إن شاء الله وإياكم من المقبولين ومن المرحومين ومن المغفور لهم، وبقي أن نزيد من ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بأن تتواصوا بالمحتاجين خيرا، بالأيتام خيرا، ومن سألكم فأعطوه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطه إن سألك وإن كان راكبا على فرس. أيها الأحبة، أتمنى لكم في هذه الأيام، أيام مباركة من الله سبحانه وتعالى، أن تستفيدوا من نعيم الله، وأن تتقربوا إليه أكثر يوما فيوما، وأن تحافظوا على ذلك وأن تأخذوها معكم. لاحظوا، عندما يتمرن الإنسان في جسده ستروا ذلك ظاهرا عليه، وأنتم عندما تمرنوا أرواحكم في أن تكونوا مسامحين، في أن تكونوا من الطيبين، في أن تكونوا ربانيين رحمانيين، فيظهر ذلك على ما تتكلمون به وعلى ما تقدمونه، فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا، وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام المباركة، أتمنى لكم القبول والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمراض القلوب.
تقديم فضيلة الشيخ محمد المرديني. يأتيكم هذا البرنامج برعاية المركز الإسلامي الأمريكي في مدينة ديربون.